زير انني ربحت الفيرست اديشن ديال جيم اوف واب و كنشكر كازارت على ديفيرمون هذا و كنشكر جيم اوف واب هادشي اللي كاين و شاروت كاع الدراري اللي جاو اليوم شكرا بزاف الصراحه كنت حسب الفرحه كدي اول زعما اول لقب زعما كومون ديغاج ما عرفتش المهم كنت حسب حاجه زوينه ديجا قلت لي الراب راه دوك لي ديتاي اللي كتعيشهم في حياتك كل نهار كتحطهم في الراب كتخرج كاع دوك لي سونتيمون ديالك في الراب يعني باش يجسد لك الواقع جوستومون كيف ما قلت لك هو كيجسد غير الواقع ما يمكنش دير شي حاجه من كاينين دي ميتافور تقدر تلعب دي تكنيك في الكتابه وكذا ولكن داك الشيء راه كيعني لك داك الشيء اللي عايش نتايا ما كيعنيش انه داك الشيء زعما راه شي حاجه سون فيكسيون ولا لا اي حاجه كتقولها عايشه وبا فريمون زعما تكون عايشه ولكن كاع دوك الافكار اللي عندك لونتوراج ديالك هو هذا هو الراب هو انت ولونتوراج ديالك كلمه اخيره كنشكر كازارت و جيم اوف راب على هذا الفيرمون هذا هادشي اللي كاين صافي ان كرون بليزير شكرا بزاف